بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، بعض المشككين يدأب ليلا نهارا على أن يأخذ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والروايات الثابتة عنه، عندما لا يستطيع أن يشكك فيها يقول انظروا إلى أخلاق النبي، يفسرها خطأ ويستغل الضعف العلمي وقلة خبرة شباب المسلمين بخاصة بعلم التفسير وأحاديث النبي وشرحها. لذلك أنا أريد أن أوضح لكم اليوم مسألة يذكرها كل الملحدون. سبحان الله، مواقع الإنترنت كثيرة وقنوات كثيرة على اليوتيوب وفيسبوك، عندما تدخل إلى أي قناة تتعلق بملحد أو مشكك تجد نفس الكلام يكررونه، نفس الكلام ومنذ سنوات طويلة. أليس لديكم شيء جديد تقولونه غير هذه الأفكار البالية التي رد عليها العلماء كثيرا وأشبعوها دراسة وبحثا، ثم يعود الملحد أو المشكك ليقول لك لماذا لا يرد علماء المسلمين؟ أيها الأحبة، أي طالب في مجال علم الشريعة يستطيع أن يرد على كل هذه الشبهات، صدقوني ليس الأمر صعب وليس مستحيلا، ولكن هذا أسلوب يتبعونه ليوهم المشاهد أن علماء المسلمين عجزوا عن الرد. اليوم أيها الأحبة سأستعرض معكم حديثا موجود في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، يقولون هل يعقل أن النبي يفعل كذا أو يفعل كذا؟ قبل أن نقرأ الحديث ينبغي أن نشرح ونتخيل أسلوب النبي في طرح المعلومة. النبي كان له أسلوب خاص على فكرة، كان يعتمد الأسلوب التطبيقي العملي المرئي. يعني نحن نعلم أن الذاكرة تأخذ من السمع ومن البصر، يعني هناك ذاكرة سمعية وذاكرة بصرية، فعندما أنت تسمع مقطع شعر أو شيء احتمال أن يرسخ في ذهنك مثلا 20 أو 30%، عندما ترى بالصوت والصورة احتمال أن يرسخ في ذهنك تصل إلى 100%، يصل الاحتمال إلى أكثر، يعني تماما لا تنساه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع هذا الأسلوب، الصوت والصورة، الأسلوب التعليمي، وكان يربط الأحداث ببعضها، لأننا نعلم أن أحد الاكتشافات الحديثة في علم الذاكرة أن الذاكرة لماذا هناك أحداث يتذكرها الإنسان وأحداث لا يتذكرها، لماذا تتذكر معلومة معينة. بالنسبة للطلاب يقرأ كتاب مثلا في البيولوجيا العلوم أو علوم الحياة، تجد أن هناك بعض المعلومات يتذكرها جيدا، بعض المعلومات ينساها. عندما درس العلماء هذا الموضوع وجدوا أن الذاكرة تحتاج لحدث عملي لربط الحقيقة النظرية بالحقيقة العملية لكي تترسخ هذه المعلومة. فلذلك نجد أن بعض من يحفظون القرآن حتى يربطون هذه الآيات بأشياء معينة في دماغهم، عندما يستدعي هذا الشيء يتذكر الآية برقمها أحيانا. هناك من يحفظ الآية برقمها، يستدعي شيء معين له علاقة بهذه الآية. المهم أيها الأحبة، هذا موضوع إن شاء الله نفرد له يعني حلقة خاصة، لأنه موضوع مهم الحقيقة. النبي كان يستخدم أسلوبا يربط الأحداث ببعضها لكي تبقى في دماغك و
لتنقلها لغيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعطي معلومات هكذا نظرية ربما لا تعلق في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم، وبعد أن يطول العمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم تفقد كثير من هذه المعلومات. لماذا نحن لدينا موسوعة ضخمة في الأحاديث النبوية؟ حتى القرآن الكريم هناك أسباب علم اسمه أسباب النزول. القرآن يستخدم هذا الأسلوب لترسيخ آية معينة في 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 قلوب ودماغ الصحابة رضوان الله عليهم، فكانت تنزل آية نتيجة حدث معين، فالذاكرة تربط هذا الحدث بهذه الآية فلا تنسى. هذه التقنية موجودة يستخدمها القرآن واستخدمها النبي عليه الصلاة والسلام، مع العلم أنها لم تكتشف إلا حديثا في العصر الحديث فقط، لم تكن معلومة في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم أسلوبا عمليا. سأعطيكم أمثلة قبل أن نأتي إلى الحديث موضع الشبهة أو موضع التشكيك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق. طبعا النبي هنا قبل أن أكمل الحديث يريد أن يقول لهم إن هذه الدنيا تافهة لا تساوي شيئا. لو قال هذا الحديث ومشى لن يتذكره أحد صدقوني، ولكن ماذا فعل النبي؟ مر بالسوق داخلا من بعض العالية، والناس كنفته، يعني الناس اجتمعوا حوله أو يعني حلقوا حوله في كنفه، يعني اقتربوا إلى كنف النبي صلى الله عليه وسلم. فمر بجدي أسك ميت. الأسك في اللغة هو الأصم، وبالنسبة للجدي قد يكون يعني أذناه فيهما عيب، مقطوع جزء من هذه الأذن، أو فيه عيب معين، فيه عيوب، يعني تسميه العرب أسك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم. دققوا معي أيها الأحبة، أنا أريد أن تعلموا أسلوب النبي في التعليم. فتناوله فأخذ بأذنه، هذه الأذن المقطوعة، وهو ميت ويعني يكاد يفنى أو يبلى، أمسك به هكذا. ثم قال، خاطب الناس الذين حوله، أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ طبعا الجدي الحي يعني هو ذكر الماعز الصغير يسمى جدي، هذا المخلوق له قيمة أكثر من درهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، يعني نفروا منه، وما نصنع به؟ قال أتحبون أنه لكم، يعني من دون شيء تحب أن تأخذ هذا؟ قالوا والله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ يعني لو كان حي ليس لنا حاجة به، لا نشتريه لا بدرهم ولا بشيء، فكيف إذا كان ميت يعني فيه عيب وميت أيضا؟ الكل نفر والكل استغرب، يعني النبي لماذا يتحدث بذلك؟ الكل بدأ يتساءل ماذا يريد، ما هذا الحدث المهم؟ يعني نبي كريم رسول عظيم صلى الله عليه وسلم يقف أمام جدي ميت وأسك ويأخذ به ويقول أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا بعد أن هيأهم نفسيا لتلقي المعلومة، هذا أسلوب حديث أيها الأحبة، أحدث أسلوب في علم النفس وفي التدريس والتعليم وتقوية الذاكرة، هذا هو استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن لفت انتباههم
وهيأهم لتلقي المعلومة، وأثار لديهم تساؤلات، بدأوا يتساءلون ماذا يريد النبي، لماذا يفعل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: دققوا معي أيها الأحبة، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم. هنا وقف الصحابة رضوان الله عليهم كلهم آذان صاغية، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هنا أيها الأحبة، الصحابة الكرام ترسخت هذه المعلومة في دماغهم، لن ينسوها حتى يموت. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. لو تأملنا أحاديث النبي نجد أن معظم أحاديث النبي تسير في الجانب النفسي والتطبيقي والتعليمي. الآن في العصر الحديث، بسبب استهتارنا بخطورة النظر للنساء وخطورة العلاقات بين الجنسين ومشاهدة الأفلام الإباحية وغير ذلك والعزوف عن الزواج، انتشرت هذه الأوبئة وهذه الأمراض. وقلنا هناك دراسة مرعبة لمركز CDC الأمريكي المسؤول عن الأمراض المعدية، وهو رقم واحد في أمريكا في هذه الإحصائيات التي تتعلق بالأمراض الجنسية المعدية. هذه الدراسة تقول هناك ثلث الشعب الأمريكي يحملون بكتيريا وفيروسات تنتقل نتيجة الزنا والفاحشة، تسمى أمراض منقولة جنسيا، على رأسها الإيدز طبعا أحد هذه الأمراض. أيها الأحبة، هل تريد من النبي أن يتركنا لنصل إلى مثل هذه النتيجة؟ الدولة الأمريكية تتكلف عشرات المليارات من الدولارات سنويا على علاج هذه الأمراض، التي فقط لو اتبعت تعاليم النبي لمنعت كل هذه الأمراض، ومنعت الموت عن الناس، ومنعت المشاكل وهذا الرعب بينهم. إذن أيها الأحبة، النبي أراد في عشرات الأحاديث أن يمنعك من النظر. قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. أسلوب عملي، أنك إذا نظرت بالخطأ احرف وجهك، أو اشغل نفسك بأي أمر ولا تنظر. النبي حذر من ظهور الفاحشة، وأن هذه الفاحشة إذا ظهرت حتى يعلن بها الناس على الملأ، كما يحدث الآن في الدول، كثير من الدول غير الإسلامية وبعض الدول الإسلامية، فهذه الظاهرة ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالأوجاع والأمراض التي لم تكن قد مضت في الأمم السابقة. وبالفعل ظهر الإيدز وأمراض أخرى لم تكن قد مضت من قبل بسبب هذه الفواحش وهذه هذا الشذوذ الذي يمارسونه اليوم. المهم أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتبع كل الطرق ليمنعك من النظر أو التفكير أو النظر إلى المشاهد الإباحية أو غير ذلك، وأراد أن يعطيك حل عملي. أعطى حل عملي للشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أمر بالزواج وحض على الزواج، وأمر المسلمين أن يسهلوا هذا الأمر للشباب وأن يعينوهم على ذلك. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والزواج غنى أيها الأحبة بالنسبة للإنسان. وضع كل الوسائل. إحدى التقنيات التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا وجدت شيئا في نفسك، وجدت شهوة أو رغبة جنسية ما تجاه امرأة ما، يقول لك:
اذهب إلى زوجتك وأفرغ هذه الشهوة لكي يعني تتجنب الزنا والمشاكل والفضائح والأمراض وغير ذلك. ولكن النبي يريد أن يعطي صورة عملية لترسخ في أذهان الصحابة رضوان الله عليهم، يريد أن يعطيهم درسا تطبيقيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ورواه الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة كان مثلا في مكان معين، رأى امرأة ربما لفتت انتباه الصحابة، ربما أحد من الصحابة نظر إليها، ربما لا ندري ما الذي حدث، ولكن هذه الحادثة اغتنمها النبي، اغتنمها ليعطيهم درسا عمليا لا ينسوه أبدا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بإمكانه أن يقول لهم غضوا النظر ولديكم أزواج وانتهى الأمر، ولن يحفظ أحد مثل يعني هذا الكلام، ربما لا يصل إلينا نحن اليوم بعد 1400 سنة. ولكن النبي انظروا ماذا فعل، تركهم وذهب إلى بيته، فرأى أتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، طبعا تمعس تدلك من المعس أو الدلك، المنيئة الجلد، يعني كانوا يدبغون الجلد أو يعالجونه مثلا بالملح بالكذا لكي يستخدمونه فيما بعد، جلد البقر أو الماعز أو الخروف أو كذا إلى آخره. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه، والنبي ليس مضطرا لأن يفعل ذلك أيها الأحبة، ليس مضطرا لفعل ذلك، يستطيع أن يعطيهم معلومة ويمشي، ولكن لفت انتباههم لهذا الأمر وتركهم وذهب. هنا بدأوا يتساءلون، نعود لقصة الجدي. بدأ الصحابة يتساءلون، طيب ماذا يفعل النبي؟ لماذا ذهب؟ ربما هذا يحدث هذا، يعني لماذا تركنا النبي وذهب؟ ماذا حدث؟ ماذا فعلنا؟ ماذا يفعل؟ ماذا كذا؟ يعني بدأ الحديث. عاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم، انظروا أيها الأحبة، أراد أن يلفت انتباههم بأسلوب الصدمة، هذا العلاج بالصدمة، لأن موضوع النساء خطير جدا أيها الأحبة. معظم الجرائم اليوم، معظم المشاكل، ابحث تجد وراء كل مشكلة امرأة، حتى المشاكل بين الإخوة، بين الأقارب، بين كذا، تجد ربما امرأة وراءها. لذلك النبي حساس جدا تجاه هذا الموضوع، أراد أن يصدمهم بمعلومة وهي صحيحة، ولكن أخذها المشككون ليفسروها خطأ. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد أن يقول لهم هذه المرأة التي تراها وتبهرك ربما بجمالها بزينتها، ينبغي أن تعلم أن هناك شيطانا يمشي هو الذي يوسوس لك. انظر انظر، دققوا معي أيها الأحبة، المرأة بالحالة الطبيعية حتى لو نظرت إليها بغياب الشيطان ليس هناك مشكلة، المشكلة هي الشيطان. يعني في قصة في تفسيرنا لسورة يوسف عليه السلام، عندما قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف ماذا قال له؟ يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني هل يريد أن يقول له إن إخوتك شياطين؟ لا، يقول له الشيطان وراء كل مصيبة، تذكر دائما الشيطان. لذلك قلنا ينبغي أن ننتبه إلى موضوع الشيطان، القرآن يحذرنا، يطلق تحذيرا واضحا، إن الشيطان لكم عدو، ليس هذا فحسب، لم يقل الله تعالى إن الشيطان لكم عدو وانتهى الأمر، لا، فاتخذوه عدوا.
يعني شغلك الشاغل أن تحذر هذا الشيطان. إذا رأيت امرأة ينبغي أن تعلم أن ربما هناك شيطان وراءها سيغويك حتى تقع في الفاحشة. إذا رأيت مال حرام اعلم أن الشيطان وراءه سيغويك حتى تقع في الحرام، في الربا، في القمار، في أذى الناس. إذا وسوس إليك الشيطان وأمرك أن تمتنع عن الزكاة، عن إطعام الفقراء، عن الإنفاق، اعلم أن وراء هذا الأمر شيطان. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم احذروا، أسهل شيء على الشيطان أن يأتي مع هذه المرأة ليوسوس لك ويجملها في عينك ويبدأ يوسوس في صدرك، لأننا لا نرى الشياطين أيها الأحبة، إنه كما قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهذا الشيطان يستغل وجود امرأة فيأتي ليعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عن هذا المشهد، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. كلام علمي ومنطقي، وأنا أتقبل هذا الكلام بكل بساطة، ليس انتقاصا للمرأة ولكن تحذيرا من الشيطان. لأن هناك أيها الأحبة غريزة طبيعية وضعها الله في البشر، في الرجال والنساء، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فمجرد وجود الامرأة، وبخاصة إذا كانت متبرجة أو متزينة، اعلم أن هناك شيطان سيبدأ يوسوس لك ولها. فعندما تتصور أن هذا الشيطان موجود يريد أن يدخلك إلى النار والعياذ بالله، تصبح أشد حذرا. أنا ربما لدي جار أو لدي صديق أو لدي قريب هو عدو لي ولا أعلم، كارثة. بينما إذا علمت أن هذا هو العدو انتهى الأمر، أنا أخذ حذري وانتهى الأمر. قال عليه الصلاة والسلام، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة، يعني ليس مجرد أن يبصر من بعيد امرأة، لا، إذا أبصر امرأة ذات جمال، ذات فتنة، حدث في نفسه شيء، فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. فإن ذلك يرد ما في نفسه. إذن النبي، انظروا أيها الأحبة، أعطاك حل وعلاج عملي وأمر لك به أجر على فكرة. أنت إذا تعرضت لشهوة معينة أو فتنة معينة وأتيت زوجتك ويعني وردت ما في نفسك من هذا الهوى أو هذه الغريزة، أنت لك أجر أنك طبقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تركت شيء قد ربما يهلكك، ربما يهلكك. أنتم تعلمون أيها الأحبة أن هذا الهوى، كم من إنسان يهدد بسبب علاقاته الجنسية، كم من امرأة تبتز بسبب علاقة خاطئة قامت بها، ربما تؤدي بها إلى الانتحار، أو ربما تؤدي بها إلى مشاكل أخرى. النبي حريص علينا جدا. ليس كما يدعي الملحدون أن النبي اشتهى هذه المرأة وذهب إلى أهله وكذا، هذا الكلام الفارغ. النبي قادر في ذلك الوقت، لو لم يكن رسولا من عند الله، كان بكل بساطة فقط يقول للعرب أنا معكم، وأكثروا عدد الآلهة واشربوا الخمر وافعلوا ما شئتم، وسيجعلونه ملكا وزعيما ويتزوج أجمل النساء ويعيش في القصور. خلونا منطقيين أيها الأحبة، نريد أن نخاطب الناس بعقل. لا نقول إن النبي اشتهى هذه المرأة، النبي لديه أكثر من زوجة أصلا،
ولديه أعباء النبوة، لديه أعباء القرآن، حمل القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، لديه الجهاد في سبيل الله، لديه إقناع المشككين والملحدين وأهل الكتاب والكفار واليهود، كان محفوف بالمؤامرات من قبل اليهود والمنافقين. هل هذا النبي لديه وقت لكي ينظر إلى هذه المرأة ويشتهي هذه وتلك؟ لا لا أيها الأحبة، دعونا نكون منطقيين. والله إن أحدنا الآن إذا استلم منصب صغير ربما يعني ينشغل حتى عن زوجته وهي واحدة، ينشغل عنها ويقول لها اتركيني لدي، وهو مدير أو منصب صغير. كيف بقائد هذه الأمة الإسلامية الذي بلغنا القرآن، الذي كل تصرف منه محسوب، كل كلمة محسوبة، ستكون قانون إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن أراد أن يعطيهم درسا عمليا لا ينسوه أبدا، أثار فيهم التساؤلات عندما تركهم وذهب، وعندما عاد أخبرهم أن احذروا هذا الشيطان. النبي لا يقصد أن المرأة هي الشيطان، هذا الكلام كلام فارغ أيها الأحبة، لأن النبي أصلا هو الذي أمر الرجال أن يستوصوا بالنساء خيرا، لم يأمر النساء أن يستوصين بالرجال خيرا، قال استوصوا بالنساء خيرا، وقال أكرمكم أكرمكم لأهله. والله تعالى ذكر في القرآن، لم يذكر الحكمة إلا الخير الكثير، لم يذكر إلا مع شيئين. هل تعلمون أيها الأحبة؟ الخير الكثير في القرآن لم يذكر إلا مع شيئين فقط، الحكمة والمرأة. كأنه يريد أن يقول لك إن المرأة هي الحكمة. الله تعالى يقول في الآية الأولى النساء وعسى، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى لو كرهت هذه المرأة، وضعك الله أمام تصور حقيقة أن هذه المرأة سيكون فيها خير كثير لا تكرهها، وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن خيرا كثيرا ذكرت مع من؟ مع المرأة. الآية الثانية في القرآن، هذا لا يوجد غيرهما، الآية الثانية تقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كأن الله يريد أن يقول لك انظر، الحكمة هي خير كثير، والمرأة هي خير كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع، كل هذه الدنيا بطياراتها بمتاعها بالفيلات بالقصور بالأراضي بكل متعها، يقول لك الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. طيب هل هذا النبي الذي يقول هذا الكلام عندما يقول إن المرأة تقبل في صورة شيطان يقصد أنها هي الشيطان؟ خاطب الناس أيها المشككون، خاطب، احترموا عقول الناس، احترموا عقول الشباب، لا تستغلوا الضعف العلمي للشباب أيها الأحبة، لا تستغلوا أن شبابنا اليوم للأسف بعيدون عن أحاديث النبي وعن الفهم الصحيح للكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بهذا الدين، وأن ينفعنا وإياكم بهذا العلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.